يتحدى ولا ما يتحدى؟ اه علاوي قد التحدي؟ قده؟ قد اروح. طلع لسانك قول ثلاث مرات شلونك. ياك ها فها. عد ها صوت عدل ولا؟ مشهد. يلا حياتي ثلاث مرات. حياهي حياهي حياهي. شنو قاعد اقول ثلاثة؟ قول 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 حياتي. حياتي. لا لسانك برا. حياهي حياهي حياهي. اوكي. صح. صح؟ صح. زين هوا ثلاث مرات. ورا بعض؟ اي. هوا هوا هوا. لا عدل. هوا هوا هوا. دقيقة خليه في سلسلة. دقيقة. دقيقة حيني. يبعض بعض. انت ما اي شيء اقول لك يا تقول بسرعه انا بس الشيء الوحيد اللي اقول لك اسم انما اقول اسمك تقول نعم اوكي من الحلو هذا انا لا 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 اطول لا اطول يلا شو اسمك انا بسرعه من الراس الصغير انا لا تطلع برا اللعبة يلا بسرعة علي بسرعة سعفاء قلت لي أنا تبي اليوم والله أسوي حلفت بس سوي اللي أنا قلت لك عليه طلع لسانك خله بخشمك ما يصير والله لا تحلف زين ضروسك اللي فوق يحوشون حنشك أيوة عقل ما تبطل سوالفك الخاطر الاسلام بطل الله شبيك انت مو ريال اقول حق 6 مليون قولي فهد انت مو ريال اذا ما اسوي ضروسك عند دكتور عيسى بس ننتظر انا قول عن نفسي مو ريال بس ورني ضروسك خلنا اصور له دكتور حبيبي شلونك من تحت وفوق اقولك قول عن شواربي مو ريال دكتور عيسى حبي شوف هذا علاوي ولدنا نبيك تضبط ضروسه اضحك من فوق تحت 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 قرب قرب ايوه بلعب وياك لعبه كل ما احوش ايدك اطوف منك 10 كل ما احوش ايدك يعني الحين مثلا انت وخرت توخر ايدك تاخذ مني 10 دنانير 10 محاولات اوكي اوكي خلها بالنص يعني yeah. قد اذا 50 طقه 50 100 دينار 500 يعني مليونين حلوه هذا واحد 40000 باقي 9 2 باقي 8 قربها قربها ها ثلاث باقي 7 حطها بالنص انا ما تكبتين لا لا وراد يلا وراد يلا حطها هنا قرب هذا خلاص عاد لا اعطيتك بالنص لا باقي 5 اي حطها هنا باقي لك 5 ليش؟ 6 4 انت كل ما تطوف علي اللعبة شنو؟ أنت تحط إيدك أنا لازم ما أحوش إيدك بس فهمت؟ بالله 40 دينار إيه عادي عادي ألعب وياك بعد 10 40 دينار ما يكلفك أنت لازم إيدك تكون سريعة يلا باقي زين أنت لازم توخر أنت مخلي إيدك كذي باقي زين كان 20 دينار ما يبي علي انت غبي ليش حاط ايدك هنا؟ باقي واحد علي فهمت خلصنا لا 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 باقي لك واحده خلاص تبي نجدد؟ ولا تروح عليك الوحده؟ حرام الدنيا فرص واحده عاد تاخذ 10 يمكن ولا تربح 10
دورك دورك. بس انا بغير اللعبه شويه. ليش؟ دقيقه خلي ابن عام. طبخ هذا وجهه كان عرموطه اللي غير بن عام. طق انت تبي؟ 10 طقات بس التيم لازم يكون سريع يعني. يلا سريع. على لازم تفوز. يعني ما يصير هو يشيل ايده. اي يرد ايده ما يصير التيم. باقي تسعة. لازم يكون سريع. باقي تسعة. سريع اي باقي تسعة. لا قاعد تشيل ايده. لا باقي ثمانية. سريع سريع. علي علي انت ايش مشكلتك؟ انت ايش مشكلتك؟ قاعد تحط على الخفيف يا علي. التيم يصير يسحب ايده بدون لا انا. لا ما يصير. باقي سبعة. جد ما ياخذ. اي باقي سبعة. باقي ستة باقي خمسة باقي خمسة علي باقي أربعة علي 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 افهم افهم انت كذي ايدك غلط طق لازم انت تحطها كذي عشرة باقيك ثلاثة باقيك ثلاثة روح ما يصير انت تقعد طالعني وبعدين تقعد تسوي 20 20 ما عشته باقي واحدة لا رجع ايدك انت ما يصير شوف ما يصير ما يصير ايدك بالنص انت رجع ايدك رجع ايدك عدول يلا صح يلا يلا باقي واحده تعال بس خلصوا باقي واحده باقي يلا باقي اوكي باقي 20 تعال تعال ال 20 ب 200 اعطيك 200 بطقتين يلا يلا إيه. بس خلنا اقول لك قانون اللعبه من البدايه إيه. اعتبرنا احنا بلشنا الحين قانون اللعبه بدايه علي ايدك كذي بالملي اذا ايدك هني ما راح تنحسب ايدك تحطها هني افرض عشان بلش اللعبه باقي واحد لا جا ما يصير ابي انا قلت لك بلش هو لازم يمد ايده لقدام هو شوف وين قاعد يحط ايده ايه شوف ايه هو قاعد ينبهك هو قاعد ينبهك عبي لا تخاف هو قاعد ينبهك هو شنو ينبهني باقي لك كم واحده اكيد اكيد واحده ايه اذا فزت كم تاخذ 200 شلون 200 انت صب 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 انت مو خسرت انت مو خسرت ايه اعكسها اوكي حلو. لازم انت تبلش وياي حلو احنا ناخذ منك اذا حشنا اوكي اوكي يلا والله والله يلا اوكي طقيته اوكي ما اخذت كيفي 20 قوي على 30 يعني ورقه 40 50 والله تم 50 قول والله والله العظيم 50 بس اعطيني 60 70 بوي وقف وقف ما انا بلعب وياك 70 80 90 بوي 100 يعني تقدر 400000 110 120 بوي 130 140 150 كافي عليه ولا 160 والله يقف قلبه والله يقف قلبه والله ها 190 200 اويل على ويل قوم قوم يبي لنا 200 يلا يلا لان احنا قلنا انت راح تعطينا وانت حلفت والله ما انت بتعطينا ربي بيحاسبك الله يحاسبك لان عاد شنو قال انت ما انتبهت انت استعجلت قال اذا انت حشنا انت تعطينا وانت رايح بويا واحد عادل امي حقك امي حقي يلا روح اسحبهم يلا حبي روح يلا روح اسحبهم لا تطول عندنا شغل يلا ما انت بتعطينا والله ما راح اصير لك ولا شيء بس انت حلفت بس انا ما ادري وانا رايح ولا اوقف ايه لازم تركز على الكلام اللي نقوله يلا يا حبيبي اخذ سيارتي روح بسرعه البنك قريب اسحب 200 تعال يلا يا حماره يلا حبي يلا حبيبي علي ابوي هين عليك 200 ولا لا علاوي حبيبي انت ليش ما تستوعب لما سمعتني انا قلت لك علاوي اذا انت حشتنا احنا ناخذ منك والله ما سمعت حمرت ايدي ضع ايدي صارت حمراء شوف طق حيل اي خليه يطق طق
فرحان 200. يلا عشان مره ثانيه تركز بالكلام مو تستعجل. والله 200 اخوان ابو داعتهم وشايف وداعتهم. شو اسوي بعد؟ الله يحاسبك. انا من ناحيتي والله لا تعطيني الفلوس عندي الله يحاسبك. بس انا قلت شو مسوي يا اسطى؟ انا تعرف والله اعطيكم. انا اخلف الصدق شمس. اي بعد شو تسوي؟ لا برين تمك خاب هو الفقر فلك ما تصير لك انشاء بالصحراء طاع علي شباتين منين ما حد يعرف قلنا هسه 200 دينار ايش قد 200 دينار؟ ها؟ 800 الف عراقي يعني هنا هنا وين الطين؟ والله علاوي الله يحاسبك انا بعد اكثر من هاي؟ اكثر من المحاسبه الدول انت متنازل على 100؟ لا ولا انا يلا علاوي حبيبي لا خاطر غسل حتى غسل تعسمه كبرت زين ابوس لحيته كريم وبالكرم معروف ايه؟ حاير شرده واصفنك والناس كلها تسولف عنك يا بعد روح خول خلاص 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 سامحتك خلاص سامحتك انت سامحته؟ سامحتك انا مو محللك فلوسي ابيهم علي ما مو محللني انت تصدق ايش فيك؟ والله مو محللك تبي اعطي فلوسي علي هسه راح اجيب من وجهي اعطيك اياها مني شنو؟ قول 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 يلا يلا انا بعد مو محللك تبي روح يا بني تجيب لي 100 انا قاعد روح روح جيب فلوسنا يلا بالغسل حتى غسل ما يسوى البوس والتشمشم وطقتك القصيده شريم خاف انت مو شريم انت فقير يلا على روح جيب الفلوس ما اعطيك هم شعر يقول لي يا صاحب ما شفت مثلك ولا اشوف شوف ولجلك راح عيوني يا الفهدي فهدي ولا اشوف ضدك لا نظر عندي ولا اشوف بس ردك يرد الروح لي الله هاي بوسي يا بعد اخوك فد واروح لك شنو يبي له بعد شهر يقول لي احبك ولي احب بلوى بلوى وين الله وقسمت تروح يم عيونك الحلوه حلوه وتدلل عليك هوايه واهس ماي عيني يمك ما تخفى وهاي هم بوسي حبيبي روح عليك بالعافيه ما ابيهم كفو كفو بس هاي ما عندي شيء انا مو محلل كلمتي سمحت علي هسه راح اجي يلا تعال حتى انا محلل لك انا مو محلل لك شنو تروح تجيب لي ابيه ادري انا ابي انا ابيتي ابيها ما ابي ما ابي شنو يعني انت تقولي شعر وعادي يقول ابي ميته وتقول بروح اسحبهم وانا اقول لك ابي ميتي ما تعطيني زين اعطيكم شعر يلا يقول للاخو بالروح ضمه ضمه وبره منه منه وبد ما يوم امله وبره منه اكيف مني خيط جروح حبيبي ها انا تنازلت انا تنازلت يا بعد روحي انا طيحت 10 ابي 90 انا طيحت 10 بعد 180 10 10 عشان الشعر اللي قلت يلا تستاهل بعد شو نسوي؟ كل اللي نقدر عليه سوينا راح الهند وبايسيدهم طيح ب 50 زين يلا قول واحد ثاني ما عندي ما عندك زاد ابي ميدي انا كريم احسن منه 95 زيادة نقصت زيادة 5 ما عندك عندك شعر سريع ها خل نزل 5 ونزل 10 أمي أنا لا تكلمني خوي خلنا هوس لك حتى هلبت ها كريم وبالكرم معروف 90 صاروا حاير شردة وصف النك 80 صاروا عمي كل هالناس سولفت عنك 70 صاروا ونزل مفضح باسم فهيد نزل مفضح 60 50 40 30 30 20 روح 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 تستاهل ها 10 10 10 10 10 10 ابي روح عطني بس 10 على هالبيت الطيب 10 حبيبي يا بعد اخوك يا بعد اخوك وانت اخوك انا امي لا تكلم شنو طشت؟ امي علاوي خلاص ولا مو محل من ضاح الوجه هذا خلنا نجيب دعم 110 ايه تعطيه 100؟ تعطيه 100؟ انت مو طقيتنا اثنيننا؟ ليش انا راضي تعطيني 10 وهو يبي 100؟ انت قرات لك على القصيده شنو القصيده؟ كريم وابو الكرم يا ظل الكرم تعطيه 100 شنو يقولون شو يقول هذا شو يقولون؟ كريم وابو الكرم معروف حاير شرده وصف عنك اوه اه والناس كلها سولفت عنك ويا الفهدي يا الفهدي بس 6
ما ضحك؟ حره 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 فيني حره. شوف حره روح حطه روح حره 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 فهدي عنده عنده ابيك توس هيجي ابيك توس هيجي عنده عنده ابيك ابيك قهر عادل اميتي كانت فاها بوي كريم وبالكرم معروف عيال تفضل اصبع صار لي ساعه قريب اقول غير اميت عادل ادفعهم لك كميه مني بوي وياك فهد يا بعد روحي حبيبي يا اخوي فهد شلونك يا بعد راسي تكاليف لغامه كلها من الصفر للياء انا ادفعهم مو علاوي ها بس خلاص وصل وصل؟